السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم النهاردة في الأسبوع الثاني من المحاضرة الأولى. أولا سعيدة جدا بوصول عددنا لأكثر من 300 طالب، ودي حاجة تشرفني جدا وتحملني مسؤولية برضو بعض الشيء. خلينا نبتدي المحاضرة. أولا، تطبيقات الليزر في مجالات كتير، ونعتبر واحدة من أهم الحاجات اللي تخلينا ندرس حاجة عن الليزر هي تطبيقاته الكتير. فمن أشهر التطبيقات اللي احنا ممكن نكون عارفينها أو بنسمع عنها أو حتى بنشوفها في علم الخيال العلمي هي تطبيقات الليزر العسكرية. أول حاجة هي التأمين بالليزر، وده تقريبا أكتر حاجة احنا كلنا شفناها في أفلام أو ممكن نكون بنشوفها في المحلات الكبيرة بتاعة الذهب أو المجوهرات. فالتأمين بالليزر فكرته باختصار إن هو بيبقى أشعة ليزر، هو حاطط مرايات معينة عشان خاطر تعكسها له عدد انعكاسات معينة لحد ما توصل لجهاز بيستقبلها في منطقة تانية. بمجرد ان اي انسان بيعدي منها هو بيعتبر ان هو قطع الشعاع، فبالتالي الشعاع ما وصلش الناحية التانية وانعكس، فبالتالي ما وصلش للمستقبل اللي هو بيستقبله في الاخر خالص في اخر الاوضة دي، فبالتالي هو كده الانذار هيبتدي يضرب على طول معاه. طيب، تاني حاجة هي التوجيه بالليزر، وبرضه دي تعتبر شفناها في الافلام اكتر من نص الحياة، يعني لأن احنا حاليا في طبعا اتفاقيات سلام كتير وفي عندنا بنود كتيرة يعني، فمفيش حروب يعني جيلي مثلا أو بعض الأجيال التانية برضه محضرتهاش. التوجيه بالليزر باختصار هو بيعتمد على إن هو عشان خاطر يضرب مثلا من طيارة صاروخ معين أو من الأرض صاروخ على طيارة أو خلافه، هو دايما بيعتمد على إن هو يحدد المسافة ويبتدي ان هو يوجهه بالليزر، لان هو اكيد بيمشي في خط مستقيم وهو ضمن ان الليزر بيمشي في خط مستقيم، فبالتالي بيستخدم حاجة تانية، ودي الاهم او الاصعب شوية او كومبلكس شوية، هي التتبع بالليزر. التتبع بالليزر بيقوم على ايه؟ على ان هو اوريدي عنده الجسم بيتحرك وهو ضرب صاروخ وراه، ومفروض ان هو يوصل للهدف ده. فزي ما احنا شايفين الهدف بتاعه اللي هو عايز يصطاده، هو بيتحرك في اتجاهات مختلفة، عمال يطلع وينزل يطلع وينزل، ولكن هو عنده شعاع الليزر بيمشي مستقيم، فهو بيبتدي دايما ان هو يتتبع اقصر مسار اللي هو مسار مستقيم ده عشان خاطر يقدر ان هو يصطدم بالهدف. طبعا هنا الفكرة ان سرعة الضوء كمان اعلى من سرعة الصاروخ مثلا اللي احنا بنضربه، ومفروض ان هو يصطاد الهدف اللي هو طيارة مثلا. فعشان كده دايما حتى في أفلام الخيال العلمي بيمثلها لك بإيه النقطة دي، إن هو يوريك إن هو أنت ممكن تهرب فعلا من الصاروخ الموجه ده عن طريق إن أنت خلاص بقيت ماشي في خط مستقيم، هو قرب أوي منك، هو الطيارة دي قامت حاولت في آخر لحظة، الصاروخ نفسه ملحقش إن هو يغير اتجاهه زي ما الليزر غير اتجاهه، لان في فرق ما بين سرعة الضوء وسرعة الصاروخ، فبالتالي اصطدم مثلا في حائط ما او في مبنى ما، والهدف قدر ان هو يهرب يعني. اخر حاجة ودي اللي بنسمع عنها كتير هي الاتصال بالليزر. ميزة الاتصال بالليزر بشكل عام ان هو من الصعب جدا التصنت عليه، يعني الاتصالات العادية اللي احنا بنستخدمها حاليا اغلبها بتقوم على ان هو إشارات بتمشي داخل أسلاك، حتى لو الأسلاك دي هي اللي في الشركة نفسها، بس هي ستيل إن هي أسلاك أو إن هي إشارات كهرومغناطيسية في الهواء، فممكن التصنت عليه. ولكن الضوء صعب جدا تتصنت عليه، لأن أنت التصنت عليه معناها إن أنت قطعته، فبالتالي هي أصلا الرسالة ما وصلتش للطرف التاني، فأنت ما تعتبرش إن أنت تصنت، أنت تعتبر إن أنت قطعت أصلا الاتصال ما بينهم. الاتصال بالليزر ممكن احنا نقسمها لنوعين، اول نوع فيهم هو عن طريق الفايبر اوبتكس اللي هو بديل للاسلاك، برضه هو حاجه موجوده اوريدي ملموسه تتوصل على طول بالكمبيوتر مثلا، وهو بيوصل الداتا بس بشكل ضوء بدل ما هي بايتس من الماجنتيك او الالكترون. تمام. الحاجه التانية هو ان هو بيتصل عن طريق الليزر دايركتلي، يعني في حاجه بتبعت ليزر في الهواء وحاجة الناحية التانية بتستقبلها، وأغلب اللي بيستخدم في ده هو ليزر اليو في، أولا لأن هو غير مرئي، ثانيا هو بيقلل من التلوث البصري. التلوث البصري يعني معناه إن في إضاءات كتيرة أوي حوالينا وإحنا مش ده النورمال بتاع الحياة، فهو عشان كده لما بتستخدم اليو في عشان كده أنت استحالة إن أنت تشوف فعلا
اتصالات ليزر حر دي اللي هي فري سبيس ليزر كوميونيكيشن حواليك في أرض الواقع. شكرا جزيلا ليكم، وأتمنى إن أنتم تكونوا استفدتم من المحاضرة دي، وإلى اللقاء.